متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، مساء الخير. نستعرض معكم حالة الطقس المتوقعة في عموم مناطق المملكة اليوم غدا الثلاثاء بمشيئة الله. نبدأ معكم توقعات الليلة القادمة في العاصمة عمان، أجواء باردة مستقرة صغرى متوقعة بحدود 10 درجات مئوية، نسب رطوبة مرتفعة تقارب حاجة 90%، مع رياح معتدلة السرعة إلى خفيفة. توقعات المنطقة الشمالية اليوم غدا الثلاثاء، مع توقعات ببدء تأثير منخفض جوي من الدرجة الثانية الاعتيادية وعبور جبهة هوائية باردة فعالة مع ساعات العصر بمشيئة الله. نلاحظ معكم توقعات بأن تهطل الأمطار الرعدية مع ساعات العصر والمساء من يوم الغد في عموم هذه المناطق الشمالية، تصحب أيضا بزخات من البرد مع عظمى متوقعة بحدود 15 تقريبا درجة مئوية، تكون أقل من ذلك في مرتفعات جرش وعجلون بمشيئة الله تعالى، وإثارة الغبار والأتربة في مناطق بادية المفرق. نلاحظ معكم كذلك الحال الانخفاض الكبير في الحارة مع ساعات الليلة ليلة الغد، وبالتالي توقعات بأجواء باردة للغاية وعودة البرودة الإضافية الكبيرة في الأجواء. هذه الجبهة الهوائية الباردة متوقع أيضا أن تعبر المنطقة الوسطى في المملكة بمشيئة الله، وتوقعات بهطول زخات أمطار رعدية غزيرة مع ساعات العصر والمساء. تبدأ هذه الفرص مع ساعات الظهيرة، أيضا ترفق هذه الزخات الرعدية بزخات من البرد في العديد من هذه المناطق بما فيها حتى مناطق الشفا غورية أو مناطق الأغوار. كذلك الحال ربما أن تطال هذه الزخات منطقة البحر الميت. نلاحظ معكم أيضا إثارة الغبار والأتربة بفعل نشاط الرياح في منطقة الزرقاء وشرق محافظة الزرقاء. أيضا توقعات المنطقة الجنوبية تصلها هذه الجبهة الهوائية الباردة، ولو أنها بفعالية عالية أكثر في المنطقة الشمالية والوسطى. الأكبر تأثرا بالجنوب هي مرتفعات الكرك، وربما أيضا أجزاء من مرتفعات الطفيلة كما هو مبين، مع درجات حارة تقريبا بحدود 12 درجة مئوية إلى 14 درجة مئوية، تكون أقل من ذلك في المناطق المرتفعة من هذه المناطق العظمى في معان بحدود 17 درجة مئوية. توقعات بعدم وصول الفعالية الجوية إلى محافظة معان والعقبة بحول الله، مع أجواء غائمة جزئيا إلى قية الغيوم ونشاط كبير للرياح وبالتالي إثارة للغبار والأتربة. توقعات المنطقة الشرقية أيضا أتربة مثارة بفعل نشاط الرياح، بفعل اقتراب هذه الجبهة الهوائية الباردة أو تأثير هذه الجبهة الباردة على شمال وسط المملكة، أيضا مرتفعات الكرك بالتالي إثارة للغبار والأتربة في المنطقة الشرقية، وتوقعات بعدم وصول الفعالية مع ساعات النهار. لكن مع ساعات الليل يتوقع أن تتأثر بعض المناطق الشرقية بأحوال جوية غير مستقرة مرافقة لهذا المنخفض الجوي من الدرجة الثانية الاعتيادية. كان كل ذلك حتى اللحظة، إلى اللقاء.